بالزلزال الثاني اللي صار قبل من كم نهار شفنا ما كان في حالات وفاة ولا انهيار كبير بالبنى التحتي، شفنا حالات وصلت للمشافي، انهيارات عصبية وأزمات نفسية. اليوم شو دور الطب النفسي بهذا الموضوع؟ التخصص النفسي شو دوره؟ كيف قادر اليوم يخفف وطأة هذا العبء على الناس؟ يعني بكفي اللي صار وبكفي المناظر اللي شفناها. اليوم نحن بحاجة لنكون أصحاء نفسيا، ولكن للأسف أكيد اليوم اللي صار ما حيخلينا أصحاء 100%. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، كيف نحن قادرين نتجاوز هي المرحلة أو نوقف جانب الأشخاص اللي تعرضوا لهي القصة. ضيفنا لليوم هو الدكتور حسام أشحاذة، المختص بالدعم النفسي في فترات الكوارث الطبيعية أو المصطنعة. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. هلا دكتور. والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى، ونحب نوجه تحية لبواسل الجيش العربي السوري اللي كانوا كتف بكتف، إلى جانب فرق الإنقاذ اللي يعني طلعوا شوية الضحايا أو المنكوبين من تحت الزلزال. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بالبداية نعرف مصطلح الدعم النفسي والصحة النفسية، شو بنقصد فيه؟ نعم، الدعم النفسي، خلينا نقول الدعم النفسي في فترات كوارث طبيعية أو المصطنعة يندرج تحت مفهوم الإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي، اللي هو فرع من فرع الإرشاد النفسي عموما. طبعا الدعم النفسي هو ذلك الشكل من المساندة النفسية والانفعالية الاجتماعية التي يقدمها أما أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو المختصين بالدعم النفسي في المراحل المزمنة، خلينا نسميها عند يعني نحن كدورنا كمختصين عند مستوى الاضطرابات النفسية. المستوى المتقدم اللي هو موضوع الأمراض النفسية بيدخل فيها الطب النفسي، يعني على خط متصل. إذا حطينا الاضطرابات النفسية على خط متصل، تبدأ من اضطرابات خفيفة إلى اضطرابات متوسطة الشدة، إلى تتحول إلى أمراض نفسية أو سلوكية أو عقلية ذهانية، يتدخل فيها الطب النفسي هون. طبعا بمؤازرة، دائما بنقول المحيط الاجتماعي، بمؤازرة الداعمين النفسيين، حتى يوصل شوي الشخص إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق الشخصي والاجتماعي، أعلى مستوى من الصحة النفسية، التكيف والتعايش مع الأزمات اللي ممكن تصير عنده على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المادي. وممكن كمان يعني يوصل، نحن نحاول أنه نوصل معه لأعلى مستوى ممكن من الصلابة النفسية والثبات الانفعالي، القدرة على مواجهة أي أزمة بالمستقبل مشابهة. لأنه غايتنا كداعمين نفسيين أن نحول الخبرات أو الذكريات المؤلمة التي يمكن أن تؤثر على السلوك إلى خبرات سابقة يستفيد منها الشخص لمواجهة أي مشكلة لديه بالمستقبل، وهي أهم سمة من سمات الشخصية اللي حاول نزرعها عند الأطفال المراهقين واليافعين والشباب عموما، للتكيف والتعايش مع الأحداث الصادمة مستقبلا والتفكير بحلول المشكلات لاحقا. طيب دكتور، ذكرت نقطة أنه التهيئة كتير مهمة للأشخاص وللأطفال، ولكن إحنا دائما عندنا نقطة المفاجأة بكتير كوارث مرقنا فيها وبأزمات. اليوم أنا طفلي كيف بدي إذا ما في تهيئة مدرسية بهاي القصة؟ ومع أننا نحن ثقافة أنه نحن إذا تضايقنا أو صار في شيء بحياتنا نتوجه لأخصائي نفسي، نخجل من المجتمع اليوم يوجه اتهام لأنه أنه نحن ممكن مرضين نفسيا. فبتيجي الصدمة، نحن ما عندنا استعداد نفسي لحتى نتقبل أو ما نتقبل، نرفض أو نتقبل هاي القصة. شفنا حالات بتاني زلزال صار من فترة، صار في حالتين وفاة بسبب صدمة عصبية، طفلي عمره 12 سنة وأيضا شخص بحماة توقف عندهم القلب بشكل مفاجئ بسبب صدمة عصبية. هاي الصدمة شو بيكون، يعني إذا بدنا ندرج بالأسماء العلمية شو بيكون نوعها؟ هلا هي الصدمة النفسية ناتجة دائما عن مثير بيئي مفاجئ، سواء كان مثلا كارثة مصطنعة مثل حروب، نزاعات مسلحة، مثلا حوادث السير، حوادث الطرق، حوادث السكك الحديدية، ومؤخرا كمان في اندرج عند الحوادث أو الصدمات المصطنعة هي الاستيقاظ أثناء عمل جراحي. تمام، يعني كمية البنج ما أنا كافية، فصار في استيقاظ أثناء عمل جراحي، فهون بتصير صدمة بما مرحلة ما بعد العلاج الطبي. طبعا في عنا الكوارث الطبيعية اللي هي أشد وطأة من الكوارث المصطنعة، لأن الكوارث المصطنعة في معظمها هناك سابق إنذار. يعني مثلا إذا في كارثة إلى علاقة بحروب، نزاعات مسلحة، مثلا ممكن زمور خطر، أو مثلا ممكن زمور السيارة أو كذا، بيعطينا منبه معين للنائي بالنفس عن الخطر وعدم التعرض لصدمة نفسية أو انفعالية. أما الكوارث الطبيعية فهي بتجي دائما بدون سابق إنذار، صحيح، فشدتها بتكون أقوى شوي على الجهاز النفسي
والانفعالي والجهاز العقلي والمهارات الاجتماعية الموجودة عند الشخص. الصدمات النفسية من معايير تشخيصها، خلينا نقول شوي هيك نكون مختصين أكثر، معايير تشخيصها أنها تؤثر على الحالة المزاجية والانفعالية للضحية، تسبب ذكريات مؤلمة، دائما استحضار مستمر للذكريات المؤلمة، تجنب الأماكن والأشخاص الذين يذكرون ب يعني ساعة الصدمة. في عندنا كمان المعيار الرئيسي لها هو تعطل الحياة الوظيفية. دائما الحياة الوظيفية بالنسبة للشخص خصوصا الأطفال والمراهقين هي الحياة الدراسية، الحياة المهنية، الحياة الاجتماعية، الحياة الأكاديمية، الحياة الأسرية. فبنلاقي الشخص عنده نمط أو روتين معين بالحياة بسبب الذكريات المؤلمة التي تعرض لها خلال أو بسبب الصدمة، بتلاقي أنه شخصيته أو سلوكه اليومي أو نشاطاته اليومية تأثرت، وخلينا نقول بيانيا أو إحصائيا ما عادت بالمستوى الطبيعي. في عندنا نوبات الغضب، نوبات الإحباط، نوبات الخوف، نوبات القلق، الكوابيس الليلية، أحلام اليقظة، تبول لا إرادي أحيانا عند الأطفال، فقدان النطق، هاي من أهم مظاهرها السلوكية. طبعا سألتي أنت عن موضوع كتير مهم، أنه نحن ما عندنا دائما متوفر مختصين، ما عندنا تهيئة سابقة تماما. يعني هلا الموضوع كتير بسيط، يعني بحالة الكارثة خصوصا للأطفال والمراهقين دائما نحن بنركز اهتمامنا. يمكن نحن البالغين عندنا شوي صلابة نفسية وثبات انفعالي لا المحاكمة العقلية للصدمة ومن ثم توجيه السلوك. أما الأطفال والمراهقين هن غايتنا دائما بأي برنامج للدعم النفسي. دائما نحن بعد مثلا انتشلنا طفل أو مراهق من تحت الأنقاض، اجى دور العلاج الطبي، تعالج، في عنا بعدين دور الدعم النفسي او الاسعاف النفسي. نحن ما بنمنع الطفل او المراهق، وهي تقنيه كثير بسيطه موجهه لاولياء الامور، ما بنمنعه من البكاء، ما بنمنعه بالتعبير باي طريقه بده اياها عما شاهده خلال النكبه او خلال الزلزال او خلال مثلا انتشالهم من تحت الانقاض، لانه هذا التفريغ الانفعالي يتيح للطفل او المراهق التعبير عن ما هو، عن مكبوتاته الداخليه. اما كبته فان يعني نحن كمختصين بالدعم النفسي نخشى ان تتحول تلك المكبوتات من مستوى الوعي الى مستوى اللاوعي. يعني بتعرفي انت اي شخص لديه عقلين، عقل واعي وعقل لاواعي. اتاحت الفرصه للطفل او المراهق للتصريح عما شاهده كذكرى مؤلمه خلال مثلا الزلزال او حرب او ما شابه ذلك او حادث سير، يتيح للسيطره العقليه الواعيه على تلك الذكريات، ويحولها بالتالي الى خبره سابقه ممكن نستفيد منها لتعزيز مكونات الصلابه النفسيه والثبات الانفعالي. يعني اضرب لك مثال، معظمنا تهجر من بيته وتلقى صدمه التهجير من المنزل خلال سنوات الحرب. اليوم هلا اذا تهجرنا من منزلنا مثلا لسبب ما، فعندنا خبرة لإعادة البناء مرة أخرى، مثلا إعادة الحياة الاجتماعية، الحياة المهنية، نفكر بحياتنا الأكاديمية شوي، وكان عندنا خبرة سابقة كانت هي ذكرى مؤلمة لكن حولناها لخبرة سابقة انطلقنا منها لحتى نعرف معطيات أو نعطي لنفسنا معطيات جديدة وأهداف جديدة. هذا غايتنا مع الأطفال والمراهقين. يعني اليوم اللي بيصير دائما هو مفهوم مغلوط، انه لا نحن بنمنع الطفل او المراهق من البكاء او التصريح او التعبير عما شاهده من ذكريات مؤلمه خلال فتره الكارثه الطبيعيه او المصطنعه. التفريغ الانفعالي مثل ما حكينا يتيح للطفل او المراهق عزل تلك المكبوتات كي لا تؤثر على السلوك بطريقه لا شعوريه. مثلا في عندنا مثلا اضطرابات النطق، احيانا بتشوفي انه بعد عمليه التفريغ الانفعالي صار في طلاقه وحرية بالتعبير عند الطفل أو المراهق، حتى لو كان تعبير كلامي أو تعبير بشكل منفرد أمام المرآة. هي واحدة من التقنيات الممكن نلجأ لها. مثلا التفريغ الانفعالي أمام الداعم النفسي أو أمام أولياء الأمور، حتى لو وصلنا لمرحلة من الآهات والقهر، مثلا الشعور بالقهر أو الآهات بسبب الذكريات المؤلمة، هذا الأمر يجعل أو يمكن الطفل أو المراهق من إحكام السيطرة على ذكرياته المؤلمة ويحولها إلى خبرة سابقة ممكن ينطلق منها إلى حياة أفضل أو مستوى عالي من الصحة النفسية. دكتور، استجابة الناس اليوم عم تكون مختلفة، يعني مثلا نقول قوتهم النفسية هي متفاوتة. نعم. في بعض الأشخاص إذا بدنا نقول بعضهم واقعين تحت تأثير الصدمة، يعني إذا بدنا نحكي بالمحافظات اللي هي كانت بعيدة، بعدنا مثلا بالهزات الارتدادية بيرجع حالة الخوف نفسها. نعم. يمكن عم تشتد عندهم حالات الخوف، يمكن على المناظر يلي شافوها صار الواحد بيتنبأ بيجي يعني بشيء سيء لا سمح الله. تمام. في أشخاص فعليا ما عم يناموا ببيوتهم، في ناس عم يعني أي خبر عم بيكون إنه عم
نعم. احتمالية حدوث زلزال عم يناموا بالسيارات، هي حالة الهلع اليوم كيف ممكن الواحد يقدر يسيطر عليها؟ هلا حالة الخوف والهلع من الكوارث الطبيعية هو أمر طبيعي، يعني من غير الطبيعي الإنسان إنه ما بيخاف، وبس نحن كداعمين نفسيين دائما نخلي نطلب من الأشخاص اللي هن بأماكن قريبة من الكوارث الطبيعية أن يتمتعوا قدر الإمكان بالمحاكمة العقلية الواعية والسرعة البديهة. يعني اليوم أنا إذا انتشر خبر من مصدر موثوق أن هناك زلزال معين أو هناك ارتحالات ارتدادية في منطقة معينة، لا مانع للجوء إلى أماكن أكثر أمانا اللي هي مثلا ممكن مراكز الإيواء أو مثلا الأقبية أو الملاجئ أو ما شابه ذلك لحين انتهاء الهزة الارتدادية. أما لا أصاب بالهلع وعنشر، بتعرفي انت الاضطرابات النفسيه دائما تنقل بالعدوى. صحيح. يعني اليوم خصوصا عند الاطفال والمراهقين، انا كشخص بالغ انا نموذج بالنسبه لهم، فاذا كنت انا اشعر بالخوف والهلع فسوف انقل هذا الامر بالمحاكاه والتقليد الى الاطفال والمراهقين. صحيح. فهذا الموضوع يعني ما بدي اقول انه غلط، انه من الطبيعي انه نخاف، لكن يجب ان يكون علينا قدر الامكان السيطره على السلوك، ثبات انفعالي، صلابة انفعال نفسية، لحتى نحن قدر الإمكان ننأى بنفسنا عن مكان الخطر، وهذا النأي بالنفس عن مكان. بس دكتور نعم. عفوا، يعني وصلوا بعض الأشخاص لحالة من عدم القدرة على النوم، يعني هي نعم. حالة يمكن الواحد بيقدر بيستنفر يوم يومين ثلاثة نعم. ولكن نحن عم نحكي عن أيام طويلة نعم. يعني هذا شيء صار فعلا، انتقلنا يمكن من حالة الصدمة لشيء يمكن تماما أعنف، أو فينا نقول أقصى على أكثر مزمن. خلينا أكثر صح. نحن معيارنا هون بالصدمات النفسية من يوم لثلاثة شهور. إذا بعد ثلاثة شهور لم يحصل هناك تراجع بالسلوكيات الغير طبيعية اللي هي الخوف، الهلع، القلق، الإحباط، الشعور المستمر بالاكتئاب، مثلا بالنسبة للأطفال المراهقين مثل ما حكينا الكوابيس الليلية، التبول اللا إرادي، اضطرابات النطق، بعد عمر ثلاثة شهور بيتدخل دور الدعم النفسي والإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي. معيارنا الأساسي مثل ما حكيت من ساعة الصفر، ساعة الصدمة، لعمر ثلاثة شهور. هاي الإحساس الناس اللي عم تحسه هو شيء طبيعي جدا، طبيعي لعمر ثلاثة شهور من الصدمة، نحن بنعتبره سلوك طبيعي، حتى سلوك الهلع والخوف والقلق عند عمر ثلاثة شهور أو من الصدمة هذا أمر طبيعي. بعد ثلاثة شهور نتدخل كفرق للدعم النفسي، لحتى بتعرفي أنت المزاجيات مختلفة، هناك فروق فردية بين الأفراد تتوزع إحصائيا. يعني في ناس عندها صلابة نفسية من ساعة الصفر تبع الصدمة، عنده محاكمة عقلية وقدرة على مواجهة الأحداث الصادمة، وفي ناس عنده شوي ضعف بالثبات الانفعالي والصلابة النفسية، تحتاج إلى أحيانا إلى داعمين نفسيين أو الشعور بالهلع الزائد أو الخوف الزائد. معيارنا بعد ثلاثة شهور نشوف نحن شو البرامج الدعم النفسي ممكن نقدمها. كمان في عنا موضوع أنه تدخل الطب النفسي أحيانا بتقديم بعض العلاجات الدوائية، مثلا تصوير الطبق المحوري للجملة العصبية، نشاط الكهربائي بالدماغ، استهلاك الأكسجين والسكريات أو الجلوكوز خلينا نقول بالدماغ شوي، نحن بنستعين فيه بالطب النفسي لحتى يقدم لنا مؤشرات إضافية أنه هل الشخصية لا زالت متوازنة أو تحتاج إلى علاج دوائي بالمؤازرة الإرشاد النفسي أو خلينا نسميه الدعم النفسي. دكتور بنقول شكرا لكل الجهود المبذولة اليوم من كل الكوادر النفسيين الاختصاصيين، ولكن بنهاية حديثنا يعني ذكرت نقطة أنه طبيعي نحن نخاف، ولكن مو طبيعي حالة الفوضى اللي عم بتصير، نسخ لصق اللي عم بتصير على المواقع اللي عم تعمل حالة الفزع بالشوارع والنوم بالشوارع. أكيد. اليوم نحن بحاجة شوي لوعي. شكرا دكتور لحضورك لليوم، ونتمنى لك صحة وسلامة لك ولكل عائلتك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مهم ومفيد للسبب. شكرا كثير لك دكتور، أهلا وسهلا فيك.